بسم الله ربنا أرنا ما ينفعنا واجعلنا نحققه في حياتنا إرضاء لك يا كريم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. شبنا بالباب منذرون بكرة وما كنا ظالمين. ذكرنا رب القرآن وربي لم يظلم أحدا ولا يكون أعتى الجان وأعتى الإنسان. والسلام لنا أعتاهم هم فرعون وقبيله وجنوده اللي خلاتهم اللعنة وغرقوا يعني نالوا أشأم موتة وهي موتة غرق قوم سيدنا نوح عليه السلام وأغرق فرعون جنوده اللي والسلام عليكم ورحمة الله.